ويعتبر كتاب النهضة التشريعية توثيقاً لإنجازات البحرين المتواصلة في مجال العمل التشريعي، حيث تناول الكتاب التشريعات ذات الطابع الجنائي والقضائي وتشريعات الملكية الفكرية والأدبية والتعليمية، علاوة على التشريعات التجارية والاقتصادية. إذاناً بالنهضة الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله في جميع المجالات، والتي رسخت مفهوم نظام المملكة الدستورية القائمة على العدل والمساواة، انطلقت ندوة حوارية بحضور عدد من المسؤولين في المملكة لتقديم ما يحتضنه كتاب النهضة التشريعية من إنجازات في مجال البنية الدستورية والتشريعية منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله مقاليد الحكم وترجم الرؤى الثاقبة والنهج الديمقراطي. بتوجيه من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، تم عقد الجلسة الحوارية في كتاب النهضة التشريعية الذي يعد بنية دستورية مهمة إلى العمل التشريعي والبرلماني في مملكة البحرين. 20 عام من التطور الحداثي المهم على المستوى التشريعي. طبعا في 20 عام تم إصدار تقريبا 846 قانون، إضافة إلى 1031 تقريبا مرسوم. طبعا هذا العمل البرلماني الآن في البحرين وصل لمستوى الدول المتقدمة على طبعا المستوى البرلماني والتشريعي. هذا الكتاب الذي بيّن ووضح النهضة التي حدثت البحرين خلال 20 عام من تولي جلالة الملك مقاليد الحكم، والتي أسسها وأرسى مبادئها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. نحن اليوم نرى تطور التشريعات على جميع الأصعدة في البحرين، سواء كان على المستوى الجنائي أو مكافحة الإرهاب أو المستوى التشريعي بشكل عام، جميعها انعكست على ما نراه من تقدم ومن رغي ومن تطور ومن حضارة في البحرين. طبعا كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين يعد إرث تاريخي للأجيال القادمة، لعل الكثير من القوانين اللي احتواها مثل هذا الكتاب ستكون مفخرة للأجيال القادمة في مملكة البحرين. وحرص الحضور على سماع ما تناول هذا الكتاب من تشريعات عديدة أبرزها الطابع الجنائي والقضائي، ناهيك عن التشريعات الملكية الفكرية والأدبية والتعليمية، كما احتوى على الطابع التجاري والاقتصادي، كما تضمن التشريعات الخاصة بموظفي الحكومة والقطاع الأهلي. أبرز اللي تكلمت فيه في الندوة في ورقتي كان عن الجانب السياسي، وهو قانون مباشرة الحقوق السياسية اللي صدر مع ميثاق العمل الوطني، وهو أبرز ما كان فيه هو المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، فأعطى المرأة حق الترشح والانتخاب. أيضا من ضمن القوانين اللي صدرت هو الدستور المعدل في عام 2002، وكذلك أيضا التعديلات الدستورية في 2012، واللي أضاف أيضا صلاحيات جديدة إلى المجلس النيابي في تطور واضح للعملية البرلمانية في البحرين. الكتاب يتكلم عن قائد النهضة التشريعية في مملكة البحرين جلالة الملك حفظ الله ورعاه، واليوم هذا الكتاب يعني يسطر 20 سنة في العمل التشريعي والنهضة اللي شهدتها السلطة التشريعية. اليوم النهضة شهدت في جوانب كثيرة وتعددت المحاور كثيرة، وتكلموا عن المرأة وعن دور السلطة التنفيذية والتشريعية وأمور كثير. اليوم هذا الكتاب سوف يذكر التاريخ وسوف يكون رافد للأجيال القادمة. شاركنا اليوم في الجلسة الحوارية قراءة في كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين، واستفدنا من بعض التشريعات في المجال الاقتصادي ومكافحة الجرائم والمجال الاقتصادي. كان كتاب مليء بالمنجزات والتشريعات اللي إحنا كطلبة قانون في جامعة البحرين راح نستفيد منها مستقبلا. ويعد هذا الكتاب ذا قيمة كبيرة لتوثيقه إنجازات مملكة البحرين المتواصلة في العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله. مسيرة وطنية مشرفة حملته هذه الندوة، نظرا لما تحمله من قيمة علمية رفيعة في مجال البنية الدستورية والتشريعية، كما تعتبر مرجعا للعمل البرلماني في مملكة البحرين، لكون هذا الكتاب ناقش أبرز تشريعات خلال 20 عام. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.